يلا نكيد بتبلشي انت نرجع بعدين. بتحبي تقعدي بتحبي توقفي بتحبي وين يعني؟ حسب حسب انت شو عم بتشوفي. عندك فكره او بدك اقترح عليكي فكره؟ ممكن تقترحي احسن عشان تبقى جديده قوي يعني افكر فيها. اقترح شيء رح اقترح شيء صار تبلش ساعدك. اوكي. او فاتن او يوسف ليك التاكسي اللي اجا ياخذون، او لك هاي امه مين اجا ياخذون، كيف راحت، احكي معها من الازاز او احكي معه من الازاز يعني وبعد. كانه انا متأثرة لانه فاتن او يوسف رح يغادرونا. اسمعوني ليكون واضح، مش كانه انا متأثرة، انا متأثرة. اذا انت متأثرة متأثرة يمكن تقولي لي حل منيح اللي فلت مبطيئة الحمد لله، ليك بيا ما اسأله وامه ما يمكن تكوني متأثرة يمكن ما تكوني متأثرة. حسب انت شو علاقتك بأن عم بتشوفي. اوكي يعني ما حدا يقول لي بدي اعمل كانه، ما في كانه. مسكينه كثير زعجت عنها بس هي. لك مين هيدا اللي عم يحكي معها؟ مش هاد هو صار فيه اللي حكيتنا عنه من قبل؟ استني لحتى اشوف. ليكي هو هي اللي قالت لنا بحط كثير يعني طاقيه براسه هي. ليكي نعم يشبه امه. انت شو وشو دخلك انت بامها يعني؟ عم تحكي على امها انت مش هلا عم تتقل علي؟ لا عن جد هي رفيقتك. خلص بقى خلينا نشوف. شو بتشوفي انت؟ شكلك فرحانه مبسوطه لانها طلعت. لا عايز زعلت على بس. لا ما بتعملي حالك زعلانه. ما عم بحب انا لبس مسكينه كثير انزعجت. لا بجد تصرفوا؟ يعني بخير ما يكون احنا بنتخانقوا مع بعض يعني. مش احنا. اقسم ده الواد لو مسك بص عامل ازاي؟ ده لو مسك هيكسرك. طب احنا ايه هنتفرج من بعيد ولا نروح لهم ولا نضرب معاهم ولا نعمل ايه؟ اذا بتروح ما بتروح بكره ما بشوفك بكره. طب ايه هحكي لك الموضوع دلوقتي ولا نعمل ايه؟ يا ابني احكي هلا وبتروح بنروح. يا لا بجد والله حال تمام ضربته ارتحت طلعت ال يا ايوه خلاص انت مبسوط من جواك انك هو بحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول لما العالم المتضايق لا لا ده ماليش في دول. يا رب خلاص مش الحال خلاص تعا يلا تعا لهون. مبسوط بحالك انه اوكي ضربته فجمته للصبي ومش الحال شو استفدت يعني؟ معي ما بقى تتعاطى خلص حل عني ما بقى تحكينا. دو you
تمنيته؟ منوره عم يتكلم. اكو تمثيل بالموضوع. اكو تمثيل. انا حبيت انه يحط عروس طبيعي. برافو. يكبر اكثر. لما حدا ما بيقدر يحب ما بيقدر يحكي بيكبر جسمه يحكي. ايه يعني انت يعني سوري ايهاب انت نحنا ما فينا هاي ودي ايه 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 وحياة الله بحسن انا بدي شنو درتي في راسك؟ هادشي كله على قبلي. بلاتي بلاتي. طلع لي واحد كيلو بطاطا عافاك. واخا ميرسي شكرا الله يخليك. لا والو ماما والله تغير كنشري البطاطا. واخا. عفاك دغيا حيت مزروبة خاصني نمشي. يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من وجدي بناجي خيالك من حبك وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني ولا عندي لا أب ولا أم ولا عم مش كيلو مخرج روح.